شو نقول بالبداية؟ شو نقول؟ بسم الله، نقول بسم الله ونصلي على النبي محمد. يلا كلكم يا أبطال، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يلا كلكم قولوا بسم الله وبعدها صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا نبدأ اليوم إن شاء الله بالحروف. عدنا يلا يا أبطال، عدنا اليوم ال V وال W وال X. احنا البارحة اشتخذنا S T U، اليوم راح ناخذ V W X. يلا كلكم وياي، V W X V W X V، هذا شنو هذا؟ الكل بصوت عالي، V V، احسنتم، V عافية بالابطال، V جيد، W W W عافية بالأبطال، W W W X عافية بالأبطال، X X X جيد. خلينا ناخذ النوب، هذا إن آخر حرفين بقى عندنا، X Y Y Y Y Z Z Z W. يلا وياي من البداية، W X Y Z، خمس حروف عندنا. يلا V W X V W X V W X، هذا X هذا W هذا V جيد، وهذا شو اسمه هذا Z، ركز علي زين، Z وهذا Y Y Y عافية بالأبطال Y. يلا هذا اليو أخذناه بالمحاضرة السابقة، يو يو أخذناه. يلا خلينا هذا اليو أخذناه بالدرس السابق، هسه V V، هذا الحرف شو اسمه؟ اسمه V V أبطال V. يلا خلينا نكتبه، شوفوا شلون ينكتب، نبدأ بيه من فوق، ننزله جوا ونرفع النوب لي فوق، V هذا الكابيتال. خلينا نشوف السمال شلون ينحفظ، شلون ينكتب، شوفه شوية أصغر من عنده يصير، هذا هو حرف ال V، هذا هو حرف ال V، أحسنتم يا أبطال. يلا كتبوا لي، يلا كتبوا لي، يلا منو كتبه؟ ها كلكم كتبتوا؟ عافية بالأبطال. يلا خلينا نكمل، خلينا نشوف الحرف الثاني W. يلا كنا اسمه W W W، كلكم بصوت عالي، ما قاعد أسمعكم، بصوت عالي أبطال، W W جيد. يلا خلينا نشوف شلون ينكتب، انتبه علي زين، نبدأ بيه من فوق، ننزل جوا، شوف الكابيتال وهذا السمول، شوف شلون ينكتب، صير اصغر من عنده. يلا يا ابطال اكتبوا لي، مثل ما شفتوه بالضبط، شلون ما موجود اكتب نفسه، ما اريد غير شكل، ما اريد غير شكل يا ابطال، اريد نفسه بالضبط، اريد نفسه بالضبط. ها منو كتبه؟ كلكم ما اسمع، كلكم سويه كتبتوه؟ عافيه عافيه بالابطال، عافيه بالشطاب، عافيه. دبليو اكس هذا هو الاكس، دبليو اكس
خلينا نشوف هذا الاكس شلون ينكتب. اكس بالضبط. شوف هذا هيك ينكتب. خلينا نشوف السمال مالته نفسه بس يصير اصغر من عنده. يلا اكتبوا لي اياه. اكتبوا لي الاكس مثل ما شفتم. يلا يا ابطال. يلا يا شطار. جيد. يلا خلينا ناخذ حرف جديد. اكس واي واي. هذا الحرف اسمه واي مو يو. واي واي. خلينا نشوف شلون ينكتب. جره هيجي بعدين ننزل اللي جوه. هذا هو حرف الواي. يلا شوف شلون ينكتب. متابع لي زين. يلا يا ابطال. يلا يا ابطال. يلا يا ابطال بصوت عالي. هذا الحرف شو اسمه؟ واي. واي. عافيه بالابطال. يلا شوفوا شلون ينكتب. شوفوا شوفوا شلون ينكتب. هذا هو حرف الواي. يلا يا ابطال اكتبوا لي اياه. يلا اكتبوا لي اياه. يلا يا ابطال. يلا هذا حرف الزد. يلا بصوت عالي. حرف شو اسمه؟ صوت عالي. زد. عافية بالأبطال. عافية بالأبطال. عافية بالشطار. يلا كتبوا لي اياه. يلا كتبوا لي اياه. عافية بالأبطال. يلا يا أبطال شو اسمه هذا الحرف؟ هاي الحروف إذا أريد نحفظهن كم مرة نكتبهن؟ يلا يا أبطال. عافية بالأبطال. عافية بالشطار. أحسنتم أحسنتم يا أبطال. إذن اليوم خلصنا الحروف وإن شاء الله عدنا امتحان بهن الدرس السابق على قناة التليجرام. مفهوم؟ جاوبوني. عافية بالأبطال. عافية بالشطار.